أخبار اليوم. عندك حق، الدنيا اختلفت شوية. دايما كان الطموح عندي خطواته بطيئة ودايما باخد الخطوة واحدة واحدة، بس فجأة الدنيا اتفتحت قدامك الحمد لله، وبقت الخطوات بقت بتشوف، عايز بتبص لقدام أكتر دلوقتي من الأول. فإن شاء الله فعلا زي ما انت قلت في حفلات قريب، في ذكرى وردة يوم 26 و27، واحدة في أوبرا اسكندرية، واحدة في أوبرا دمنهور. بتمنى طبعا كل الناس تيجي تنورنا وتحضر. في أغنية الكليب الحب أحياني ده نزل خلاص خلال أيام إن شاء الله، أغنية صوفية دويتو بيني وبين الفنان مأمون المليجي. وهيكون في أغنية فيلم ليلة العيد أنستينا هتكون في العيد إن شاء الله بإذن الله، في تفاحة آدم وافتتاح المسرح القومي. بس إن شاء الله خلاص مضيت فعلا مع شركة ستار بيكتشر. عايز أقول لك على حاجة يعني رأيي فيها، يعني عايز أقول لك أي حد بجد، بص بتختصر وقت كتير قوي لأي فنان. يعني أنا طول عمري بغني في الأوبرا، بقالي مثلا فترة كبيرة سنين كتير بغني في الأوبرا، بس في يوم وليلة أنت الناس عرفتك، في يوم وليلة الناس بقى في علاقة، بقى عندك فانز في يوم وليلة، ففعلا بتخرج يعني خلاص بقى عندك جمهور وبقى عندك ناس وبقى ناس بتحبك. بس بعد كده انت مع ربنا لازم تاخد خطواتك، وانت اللي بتقرر بقى انت هتوصل فين وعايز تعمل ايه، عايز تقعد في البيت وترجع زي ما كنت، ولا دي خطوة وهتكمل عليها بعدين. فدي بتبقى قرارك انت بقى الشخصي. يعني ان الشركات انك لسه طالع جديد وناس تصرف عليك والوقت، وانت بتبقى متسرع وناس عايزين تسمعك بسرعه، ومده العقد. وكمان بصراحه المنتجين عندهم حق دلوقتي، الانتاج ما بقاش بيرجع لهم العائد المادي اللي بص، يعني انا بشفق عليهم وبشفق على كل موهبه الموجوده في مصر بصراحه، اللي برضو لسه مش لاقي فرصه لحد دلوقتي. الحب احياني ده خلاص نزل خلال ايام، ده دويتو صوفي ان شاء الله. رمضان جانا وفرحنا بو بعد يابو، وبقالوا زمان غنوا وقولوا شهر بطوله، غنوا وقولوا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان.